الاسم سريا ناصر، المدرسة سان جورج، صف باكوان. هلا نحن هدفنا كان انه نسوي مشروع نحافظ فيه على البيئه، عشان مثل ما بنعرف بلبنان هلا كثير استعمال الفيول هو كثير مضر للبيئه، وبنفس الوقت كثير غالي. نحن عندنا النفط بلبنان، فاخترنا هالمشروع لحتى نحافظ فيه على البيئه. مشروع عن الطاقه الشمسيه، كيف نستعمل نحول طاقه الشمس لكهرباء ونضوي فيها بيوتنا.